اهلا بكم سيداتي وسادتي في الفيديو الجديد، ويخص المنتخب الوطني الاولمبي الذي تاهل الى المباراه النهائيه لنيل كاس افريقيا للامم لاقل 23 سنه، وكذلك الالعاب الاولمبيه التي ستجرى في باريس صيف العام القادم. تعطلت عليكم اليوم لانني في السفر، وبالتالي ما عنديش امكانيات اللازمه اللي تكون في الدار البيضاء باش ندير الفيديوهات فوق ما حبيت. المنتخب الوطني المغربي تاهل بصعوبه صحيح، لكنه استطاع أن يبين أنه منتخب ذو شخصية قوية وقوية جدا. لأن باش تكون منتصر 1-0 ومسيطة الشوط الأول، والشوط تدخل تتراخى شوية وتتشجع لك هدف التعادل، تجبر دائما الموارد ديالك الجسمانية والذهنية باش تنهي المباراة بـ1-1، وتسجل أنت الأول وتعطي الهدف الثاني وتشجع لك بعد دقيقة أو دقيقتين التعادل، أي فريق كان ينهار. واي منتخب مغربي قبل في السنوات السابقه في التاريخ ديال كره القدم المغربي سينهار وسينهزم هذه المباراه، لكن لاعبي المنتخب الاولمبي جبروا الموارد الذهنيه اللازمه لكي يفوزوا في الضربه الترجيحيه، واحد بروده دم واحد التركيز منقطع النظير. لذلك انا احيي لاعبي المنتخب الوطني المغربي على الطريقه باش فازوا في هذه المباراه. وسنقول للناس بأن المباراة بالنسبة لي أحسن مباراة على المنتخب الوطني المغربي، لأن هي اللي جعلت السيناريو ديالها يخرج اللاعبين من يخرجهم من لاصهم حالة نقولوا في الكارتة، ويديروا كل ما في إمكانهم باش يفوزوا. نهالت بزاف ديال يعني الانتقادات على المنتخب الوطني المغربي، ولا أفهم معناها بكل صراحة، لا أفهم معناها. يقول أن مالي لعبت أحسن منا، لا أظن. مالي دائما كانت في ردة الفعل، المنتخب المغربي دار شوط أول مستوى رفيع جدا، مع كل أسف إما تراخى ولا بغى يخلي النتيجة بأي طريقة في الشوط الثاني، ولا كان واحد عدم توازن تكتيكي في الشوط الثاني خصوصا في وسط الميدان. المهم أن منتخب مالي سيطر وسحق التعادل، لكن بعد ذلك عاود خذ المبادرة المنتخب المغربي، ثم من بعد اشواط اضافيه من بعد سمارك هو يخذ المبادره وسجل الهدف الثاني، وخا تسجلت عليه الهدف التعادل كان يمكن يحصل على ضربه جزاء في اخر اشواط اضافيه وينهي المباراه في الوقت ديالها القانوني. الضربه الترجيحيه بينات بان اللاعب المنتخب المغربي مستعدين احسن استعداد من الطريقه الذهنيه، هذا واقع. نشوفوا ملخص ديال جميع الاهداف وديال الضربات الترجيحيه اللي اهلت المغرب، ونعود. Space now for Saibari. Needs quick ball. They get it. Well, it was just wonderful intricate play. Bilal El Ghanous and Ismail Saibari. And he's just got right under the bounce of the ball. Cuts back inside. Laid off. Oh, it's an equalizer. Substitute Sheikh Nadi Akite cut it back inside, but rather than a wasteful shot, the goal is given. The tightest of margins, but just on the shoulder. It's fallen brilliantly here. Brilliant ball! Oh, that's incredible! They're showing the heart of Lions. Brilliant, Yambu. Well, he scored. He's made it 2-1. Oh, it. Oh, it. Laces through the ball. Ahmed Diomande. Oh, he's in the bar as well. Morocco. هنا تشوف الهدف الأول بطريقة رائعة جدا المنتخب المغربي. الهدف اللي تسجل عليه كاين واحد انا بالنسبه لي كان واحد الخلل في وسط الدفاع المغربي، يعني اللاعبين اللي لعبوا في الوافي واللي لعبوا اول مباراه واللي لعبوا اكثريه ديال المباريات الرسميه متكاملين اكثر. انا لا اقول بان شادي رياض ناقص، لا حاشا، اقول ان شادي رياض ليس متكاملا مع اللاعب الاخر في وسط الدفاع. وحتى امير ساتسون لاعب مهاري، لاعب فنان، لاعب منتك، ولكن ذاك القوة الجسمانية اللي كانت خاصة في الشوط الثاني
واللي تيجيبها بنجامان بوشواري ما كانش، هذا واقع. حتى اللاعب يعني الخنوس ما دخلش المباراه كيفاش خصو يدخلها، بالاضافه الى اللاعب السيباري اللي ما داكش مباراه، وكل شيء تيقول لي بان السيباري مصاب. الا كان مصاب ما يلعبش، خصوصا ان طه الادريسي دار مباراه ثالثه رائعه. التغييرات تاهي ما فهمتها شويه، لان من بغى المدرب يخرج بيغراوي كان خصو يدخل الوزاني، ومن بعد منه ابراهيم صلاح، عاد ايغامان. ايغامان اللي بان منذ اول وهله منذ المباراه الاولى لعبها بان ما دخلش في القالب، هذا واقع ما خصناش نخبعوه. وكما كان الحال كانوا بعض الاختيارات، ما نقولش اخطاء، ما عمري ما نقول اخطاء في اختيارات تكتيكيه، لان المدرب كما كان الحال تيختار واحد الطريقه باش يلعب على حسب معطيات اللي عنده ما عندناش. داك الطريقه نجحات نصفقوا عليه، ما نجحاتش ندورو فيه. هذا هو حال الدنيا وهذا هو حال المدرب، ولكن باش نهالوا على الشرعي بالطريقه ماشي مفهومه نهائيا. الشرعي كما حكى الحال، بغينا ولا كرهنا اهلنا الالعاب الاولمبيه، واهلنا بعد 12 سنه، واهلنا النهائي اللي يقدر يربحوا بسهوله يوم الاحد المقبل. وبالتالي ما يمكنش مدرب عنده هذه النتائج ونسبوه، ملي ما يكونش النتائج نسبوه، ماشي معقول. انا بان لي بكل صراحه، ويمكن نقلقكم بان كاين بزاف الناس يسالوا المنتخب المغربي كما كان، لا U17 لا U19 لا U23 ولا الكبار يخسروا، اي باش ينوضوا يقول لكم راه قلنا لكم داكشي ديال المونديال يظهر. لا سيدي، المونديال ماشي ظهر، كاين عمل قاعدي في المغرب، هذا واقع. كاين عمل يمكن تقول لي ما تكونوش في المغرب، صحيح، ولكن التنقيب اصبح محترفا جدا. التنقيب ما ساهلش، لو سكوتينغ اللي داير الجامعه حاليا بمستوى رفيع، تيبان لك عندك 22 لاعب بنفس المستوى، حتى اللاعبين يدخلوا في الشوط الثاني، خصوصا اللاعبين اللي مكونين في اوروبا، ما باش تغيير. الهدف الثاني ديال الوزاني جميل جدا، ضربه راسيه رائعه. وبالتالي ما خصناش نبخسوا الناس العمل ديالهم. الجامعه خدمت بزاف في المنتخبات الوطنيه، هذا واقع، لان ما يمكنش في عام واحد تاهل نهائي U17 وتاهل لنصف نهائي كاس العالم الكبار، وتاهل نهائي المنتخبات الاولمبيه، وتاهل البنات الاستراليا، وتاهل الفوتسال تفوز به بالمره الثالثه على التالي بكاس العربيه، وتاهل كره القدم الشاطئيه للمونديال. هادشي كله ما يمكنش يكون صدفه. فهذوك الناس اللي تيسينوا المغرب يخسر حيت عندهم حسابات مع القجع، ولا مع احدى القجع، ولا مع والد، ولا مع شي واحد، يعطيونا اتساع. المغرب ماشي في الطريق الصحيح، واخا ينهزم يوم السبت ماشي في الطريق الصحيح، لان ما ساهلش باش تاهل المنتخبات كلها في سنه واحده لجميع الملتقيات الدوليه. المغرب اصبح يحسب له ألف حساب، هذا واقع. ومنتخب مالي ما ساهلش، منتخب مالي هو اللي كنقصانا هذه ربع سنين، مباراه الذهاب اياب بين باماكو ومراكش، عقلتيه كنقصانا المنتخب مالي. منتخب مالي مسانس بالادوار الطلائعيه في جميع المنافسات الدوليه والقاريه ولا الدوليه والعالميه. وبالتالي ماشي ما حناش منتخب سهل، حنا منتخب صعيب، وصعيب جدا، وحنا بطريقه تستحقنا الانتظار. وكان نازم مع مالي سي با لا فان دو موند، ماشي حشومه نهائيه تخسر مع مالي. هنا مالي عندهم تكوين قاعدي في المستوى العالي، ما عندهمش الامكانيات ديالنا، ولكن عندهم تكوين في المستوى العالي، وبداو قبل منا فالان خصنا نكونوا قلبا وقلبا مع المنتخب الوطني يوم السبت. نساو داك الحقد، نساو الكراهيه، نساو الهضره الخاويه. حنا خصنا نديو هاد الكاس كما كان. لي فينال سو غان سو جو با، النهائيات تيتربحوا ما تيتلعبوش. وبالتالي مصر ما بينا حتى حاجه، وصلت النهايه، هذا واقع. حنا خصنا ندخلوا باش نربحوا مصر، ماشي ندخلوا باش نديروا التيكي تاكا، ولا ندخلوا باش نديروا سبيكتاكل. الا جا سبيكتاكل مع النتيجه هادشي اللي بغينا، ما جاش خصنا نفكروا في النتيجه. النتيجه هي اهم حاجه، وخصوصا اننا نلعبوا بدون ضغط، لان يعني اللاعبين تاهلوا للاولمبياد اللي هما المهمين، اللي هو لوبجيكتيف نيميرو 1. دابا لا كوب فا اتخ لا سوريز سور لو كاتو. الله يخليكم، راه البلاد هذه، راه المغرب هذا، راه ماشي القجع، ماشي وليد، ماشي الشرعي، ماشي حجي، ماشي حتى واحد. المغرب، وعاش المغرب،
وعاش المنتخب الأولمبي المغربي، وشكرا لكل اللاعبين، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.